هل هذه دعوة للإقلال من الدنيا والتأهب للآخرة؟ نعم، لأن أخذتنا الدنيا بشكل كبير وعمرنا بيوتنا وكأننا سنعيش فيها إلى الأبد. والحل شو؟ نزع الدنيا من القلب حتى يعرف يسبق. أرأيت أحد يسبق وهو محمل بالأثقال على عاتقه وعلى ظهره؟ لا، الأثقال تعيقه، الدنيا تعيقك. مو معناتها ترميها تقطها، لأن أنت بدون الدنيا لن تسبق بعد، ولكن ادفعها بعربة أمامك. شوف الفرق، هذا التشبيه. إذا حملتها على ظهرك ستثقلك وتعيق سيرك في الطريق وفي السباق ولن تسبق. إذا دفعتها أمامك في الطريق سيخف سيرك وتسبق. المطلوب منك أن تسوق الدنيا أمامك، لا تحملها على أكتافك. كيف تسوق الدنيا أمامك؟ كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى قدم، اجعل منه جزء، اجعل منه ثلث، اجعل منه ربع، ما تسخبي نفسك. وكما ذكرت وأذكر دائما، قضية ليست قضية فقط أموال. علمك زكي، جاهك تصدق به وزكه، منفعتك للخير وللناس، عطاءك، حبك، سعيك في الخير، لا تدري أيها أي عمل من هذه الأعمال يرفعك عند الله ويدفع بك للأمام في السباق.